عودة حالة شيحة للفن والجمهور هي ماسكة عليكم شيكات. وجهت الفنانة حالة شيحة كلمات شكر لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد ترحيبه بيه وبعودتها للفن، وده من خلال تصريحاته في برنامج معكم منى الشاذلي لما تسأل بشكل مباشر عن بعض الفنانين المثيرين للجدل ومنهم حالة شيحة وعودتها للفن. وكان رد النقيب أشرف زكي إن الموافقة على رجوع حالة للفن تاني مش قرار لوحده، ده قرار الأسرة الفنية كلها وهم طيبين ومتسامحين جدا. وقال حالة بنتنا وحبيبتنا، وهي كلمتني فعلا وقالت لي لما أرجع عايزة أقعد معاك، وأنا رحبت بيها. وبعد اللقاء التلفزيوني ده نشرت الفنانة حالة شيحة بوست على الانستجرام بتشكر فيه نقيب الممثلين وبتشرح اللي مريت به الفترة اللي فاتت من حالة نفسية سيئة، فكتبت وقالت شكرا للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية، وشكرا دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنان. وتابعت وبررت موقفها ضد الفن والفنانين بأنها مرت بظروف صعبة على مدار ال4 سنين، وإن دي كانت أصعب أيام حياتها لحد ما خرجت من محنتها. ووجهت الشكر لكل زمايلها في الوسط الفني ودعمهم ليها والجمهور وكل اللي بيتكلم عنها بالخير. وكمان اعتذرت حالة عن كل الإساءات اللي صدرت منها الفترة اللي فاتت واللي وصفتها بفترة صعبة، وإنها ما كانتش تقصد الإساءة لحد وإنها بتتمنى الخير لكل الناس. مش بس كده، دي كمان نزلت استطلاع رأي للجمهور في إنها تقدم جزء تاني من فيلم الليمبي اللي عملت فيه شخصية نوسة قدام الفنان محمد سعد. والخبر طبعا عمل قلبان بالرواد السوشيال ميديا اللي شايفين ان حالة شيحة نص موهبة، والدليل ان ملهاش عمل معلق معاهم رغم انها بتاخد بطولات كبيرة. فعلق مغرد بتويتا وقال تبقى نقابة مهزأة لو سمحت ليها وللي زيها بالعمل تاني، ده لا يليق بتاريخنا الفني العظيم ولا يليق حتى بشعب مصر الواعي، دي انسانة منعدمة الموهبة والفكر. وعلقت مغردة وقالت وانت فجأة اكتشفتي ان الفن حلال وان الحجاب مش فرض، ولا الترند ما بقاش جايب همه الى ان يظهر عريس اخر ودوخيني يا لمونة. وقال مغرد تاني يعني مريهان حسين اللي موهوبة بجد تعتزل الفن عشان مش لاقية فرصتها، وهي متعددة المواهب، وحالة شيحة اللي مسحت بكم الارض تهزقكم وترجع تاني وتدوها ادوار اكبر من حجمها، هي ماسكة عليكم شيكات ولا ايه؟ وغردت متابعة على الخبر وقالت مين اللي اوهمك بانك بتعرفي تمثلي او انك موهوبة، ولا الفن بالنسبة ليكي بوابة للزواج وتحللي وتحرمي الفن على مزاجك؟ حالة شيحة روحي ربي عيالك افضل لك. وعلقت مغردة سعودية على الخبر وقالت حالة شيحة من ايام مراهقتي وانا عمري ما شفت عنها خبر غير انها اتحجبت وتركت الفن وخلعت الحجاب ورجعت للفن، والفن بذاته ما عمري شفته، ما اشوف غير سؤال عن هالحجاب اللي ينحط وينشال. وانتم ايه رأيكم؟ هل حالة فنانة موهوبة وبتشجعوها على الرجوع للفن، ولا هوس الترند اللي بيخلي المنتجين ليهم حسابات تانية فبيدوها أدوار وفرص موهبين كتير أولى بيها؟